منذ أن تم استخدام طائرة طيران لنقل البضائع الثقيلة الضخمة، بدأت صناعة هذه الطائرات في جميع أنحاء العالم، وأصبحنا اليوم نرى العديد من الطائرات بأحجامها الضخمة المختلفة، ولذلك سوف نكشف معا في هذه القائمة أكبر 10 طائرات نقل في العالم. أيروسباسيلين سوبر غوبي هي طائرة شحن فائقة الحجم ذات الجسم العريض، وتستخدم لنقل شحنات البضائع الضخمة، وكانت أول طائرة من نوع غوبي أنتجتها شركة أيرو سبيس لاينرز، وتمت صناعتها في نوعين مختلفين، وكان يشار بالعامية إلى طائرتين باسم سوبر غوبي. وبعيدا عن ذلك، فإن طول الطائرة التي نحن في صدد وصفها يصل إلى 143 قدما، وطول جناحها يصل 156 قدما، ووزن حمولتها يزيد قليلا عن 40,040 كيلوغرام. بوينغ C-17 جلوب ماستر 3. بوينغ C-17 جلوب ماستر 3 هي طائرة النقل العسكرية الكبيرة، وتم تصميمها للقوات الجوية في الولايات المتحدة من عام 1980 إلى وائل عام 1990 من قبل ماكدونيل دوغلاس C-17، ولكن عادة تنفذ طائرة مهام النقل الجوي التكتيكية والاستراتيجية، حيث تنقل القوات والبضائع في جميع أنحاء العالم، وأدوارها الإضافية تشمل الإخلاء الطبي ورسوم الإسقاط الجوي، ويصل وزن حمولتها إلى أكثر من 100,128 كيلوغرام، وطول جناحيها يتراوح من 170 إلى 174 قدما على التوالي. إيرباص AC-200 300 سي تي بيلوغا. إن طائرة النقل الفائقة من طراز إيرباص AC-200 300 سي تي بيلوغا هي نسخة من طائرة الركاب 8300 سي 200، وهي ذات الجسم العريض التي تم تصميمها لتحمل قطع غيار الطائرات ومحفظة البضائع الكبيرة. وفي البداية هذه الطائرة كان يطلق عليها اسم بيلوغا على نطاق واسع بسبب تشابهها مع الحوت، ومنذ ذلك الحين تم اعتماد هذا الاسم رسميا، ويصل وزن الحمولة القصوى للطائرة إلى 47 طناً، وطول جناحيها يتراوح من 184 إلى 147 قدماً على التوالي. لوكهيد مارتن G-103C سوبر هيركوليس. إن طائرة هيركوليس من طراز لوكهيد مارتن G-103C هي عبارة عن طائرة نقل عسكرية بأربع محركات توربينية نفاثة، وتم تصميمها وتطويرها بطريقة مرنة، حيث يمكن لطائرة النقل العسكرية التزود بالوقود جوا، وتستخدم أيضا في العملية الخاصة والإغاثة في حالة الكوارث والبعثات الإنسانية. وتتمتع طائرات G-103C بمزيج رائع من خفة الحركة والأداء للعمل باستمرار في عملية عالية الكثافة بكفاءة وموثوقية، ويصل وزن الحمولة القصوى للطائرة حوالي 19,090 كيلوغرام، وطولها يصل 112 قدما، وطول جناحيها يصل إلى 132 قدما. أنتونوف AN-22 أونتي. أنتونوف AN-22 أونتي هي طائرة النقل العسكرية ذات الوزن الثقيل، وتم تصميمها من قبل شركة التصميم أنتونوف في الاتحاد السوفيتي، ومدعومة بأربع محركات توربينية يقود كل منهما زوجا من المراوح الدوارة بالتناوب. ولقد كانت أول طائرة سوفيتية ذات جسم عريض، ولا تزال أكبر طائرة في العالم تعمل بطاقة توربينية حتى الآن. وتستخدم الطائرة في سلاح الجو الروسي وشركة الطيران الأوكرانية على الخطوط الجوية، ويصل وزن حمولة طائرة أنتونوف إلى 60 طناً، وطولها يتراوح من 22 إلى 189 قدماً، وطول جناحيها يصل 210 قدماً.
إيرباص A400 إيم أطلس. طائرة إيرباص A400 إيم أطلس هي طائرة النقل العسكرية الأوروبية بأربعة محركات، وتم تصميمها من قبل إيرباص العسكرية كرفيعة هوائية تكتيكية ذات قدرات استراتيجية لتحل محل طائرات النقل الأخرى مثل ترانس C-160 ولوكهيد C-130 هرقل. ويصل وزن حمولتها القصوى إلى 76500 كيلوغرام، ويمكن لهذه الطائرة العسكرية الأوروبية حمل العديد من البضائع الخارجية بما في ذلك المركبات والمروحيات التي تكون كبيرة جدا أو ثقيلة جدا بخلاف طائرات سابقة من ناقلة الطيران التكتيكية. ونظرا لحجم طائرة فإن طولها يصل إلى 148 قدما، وطول جناحيها يصل 139 قدما. بوينغ 747 دريم ليفتر. طائرة بوينغ 747 دريم ليفتر المعروفة أيضا باسم بوينغ 747-400 هي طائرة شحن البضائع الكبيرة، ويتم وضع البضائع داخل الطائرة ذات الجسم العريض بكل سهولة. وأطول طائرة الشحن في العالم هي طائرة بوينغ 747 دريم ليفتر التي تم تصميمها بشكل واسع ليتم استخدامها حصريا لنقل البضائع، ويصل الحد الأقصى لوزن حمولة هذه الطائرة الضخمة إلى 113,400 كيلوغرام، وطول الطائرة يصل 235 قدما، وطول جناحيها يصل 110 قدما. لوكهيد C-5 جالاكسي. إن طائرة لوكهيد C-5 جالاكسي هي عبارة عن طائرة النقل العسكرية الكبيرة تم تصميمها وصناعتها من قبل شركة لوكهيد، ولقد حافظت شركة لوكهيد على صيانتها بشكل جيد لأنها توفر للقوات الجوية الأمريكية قدرة النقل الجوية الاستراتيجي ثقيل، ويمكن لطائرة أن تحمل البضائع ذات الحجم الكبير بما في ذلك جميع البضائع التي يمكن الاعتماد عليها في الهواء. وتعد طائرة لوكهيد C-5 جالاكسي من بين أكبر طائرات العسكرية في العالم، حيث يصل الوزن الإجمالي الذي يمكن أن تحمله هذه الطائرة إلى 172,400 كيلوغرام، وطول طائرة يصل إلى 5 أمتار، وطول جناحيها يصل 68 متراً. أنتونوف AA-124 رسلان. أنتونوف AA-124 رسلان هي طائرة نفاثة جوية استراتيجية، وتم تصميمها في ثمانينات القرن الماضي من قبل مكتب تصميم أنتونوف في جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، وهي الأكبر حجما بين جميع طائرات شحن تجارية في العالم، وتم تصميمها في المقام الأول للنقل الجوي لقاذفة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وكذلك لنقل المعدات العسكرية الثقيلة. وتم إنشاء الطائرة وفقا للتصميم كلاسيكي مع أجنحة متقاربة للغاية وأربعة محركات توربينية، ويصل وزن الحمولة القصوى لهذه الطائرة إلى 120 طن. أنتونوف AA-225 ماريا. طائرة أنتونوف AA-225 ماريا هي طائرة شحن جوية، وتم تصميمها من قبل مكتب تصميم أنتونوف والمجلس الاشتراكي السوفيتي الأوكراني داخل الاتحاد السوفيتي خلال الثمانينات، وتعمل بطاقة من خلال 6 محركات توربينية، وهي أضخم الطائرات التي تمت صناعتها على الإطلاق، ويصل وزن حمولتها القصوى إلى 250 طن، كما أنها تملك أكبر جناحين من أي طائرة أخرى. وعلى عكس طائرة رسلان، فإن طائرة أنتونوف AA-225 ماريا ليس لديها سوى فتحة شحن واحدة موجودة في الأمام، كما أن هذه الطائرة يمكن أن تغير مسارها على الأرض بكل سهولة، وجسم الطائرة مريح للغاية أثناء عملية التحميل والتفريغ.